نتكلم النهاردة عن أسعار الذهب وتفاصيل إنشاء أول مدينة متخصصة له. معانا على تليفون إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة تجارة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية. مساء الفل يا فندم. مساء الخير إيهاب. مبدئيا اللي حصل في 2020 في سوق الذهب والتذبذب خلال الكام يوم اللي فاتت، ليه كان في أسعار الذهب مش مستقرة خلال الفترة القريبة اللي فاتت؟ طيب احنا هنتكلم بس على الكام يوم اللي فاتوا، احنا ما نقدرش نقول ان كان في تذبذب في الكام يوم اللي فاتوا لان الاسعار كانت شبه مستقره ما عدا الفتره اللي حصل فيها توتر في امريكا اللي هو بتاع نتائج الانتخابات من الاسبوعين بدايه السنه اللي هو كان يوم 5/1 بالتحديد. تمام. انما احنا من تقريبا نقدر نقول ان الفتره الاخيره ما بعد 5/1 او 6/1 ابتدى يحصل تقريبا ثبات في اسعار الذهب. التغير في أسعار الذهب هو زائد 1% ناقص 1%، يعني بنتكلم ان احنا بنلعب في النطاق 1% فوق او تحت. تمام. ده بالنسبه للاسبوع الثاني والثالث من يناير. تمام. اللي حصل السنه اللي فاتت هو تقريبا نقدر نقول ان هو ما فيش اي مقاييس اقتصاديه تقدر كانت ان هي تتحكم فيه او تستطلع بيها اسعار الذهب على مدار السنه، لان احنا كنا بنمر بجائحه كورونا اللي احنا ما زلنا برضه جواها. تمام. ولكن كان التغير كان سريع وكبير ووصلنا لاعلى سعر في تاريخ الذهب عالميا ومحليا. تمام. فده اللي حصل على يعني نقدر نقول في وسط السنة اللي فاتت كده كان في تغيرات كبيرة، تغيرات سريعة، تغيرات بنقول بنسب مئوية كبيرة في فترات قصيرة. وسجل ارتفاع قد ايه على مدار 2020 بالكامل بقى؟ احنا وصلنا في السوق المحلي ل 930 جنيه. تمام. وصلنا عالميا كسرنا ال 1950 دولار للبقية، ودي تعتبر ارقام قياسية كبيرة وجديدة. البرسنتج او نسبة الارتفاع نفسها كانت كام في 2020؟ انا دايما بحسب الارتفاع السنوي من 1/1 ل 31/12. نقدر نقول محليا ارتفاع الذهب من يوم 1/1/2020 ل 31/12/2020 تقريبا في حدود 27.8% الارتفاع المحلي. 27.8% ده يعني المعدل الطبيعي، المعدل الطبيعي بتاعنا بتاع كل سنه. يمكن زي ما انا قلت لحضرتك في الحلقه اللي فاتت لما كنا مع بعض انه عندنا دايما ارتفاعات الذهب السنويه ما بين 22% و36%. طيب يا فندم، ده معدل طبيعي جدا ال 27.8%. طيب يا فندم، طبعا مع انشاء المدينه اللي طبعا هتكون متخصصه في تجارة وصناعة الذهب، ازاي الفترة اللي جاية او ده هيأثر في سعر الذهب؟ لا، هو ملوش تأثير على سعر الذهب، هو ليه تأثير كبير جدا جدا جدا. ونقدر نقول ان دي خطوة من الرئيس، خطوة هامة جدا وخطوة قوية جدا في تطوير الصناعة المصرية، في تطوير صناعة الذهب في مصر. واحنا مصر لو تاريخيا احنا بنقول احنا اول بلد في العالم صنعت الذهب من ايام الفراعنه. تمام. فصعب النهارده ان احنا كنا نشوف ان مصر عند النقطه اللي هي واصله لها، فكان لازم خطوه وخطوه كبيره من معالي رئيس الجمهوريه ان احنا ننشئ مدينه لصناعه الذهب. وهقول لحضرتك يعني الكونسيكونسز بتاعت ان احنا مدينه او التاثير بتاعها، التاثير بتاع الخطوه دي، التاثير بتاعها او التبعيات بتاعتها. احنا مصر هتتحط على خريطه العالم في انتاج الذهب، وده شيء هام جدا 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 لينا في المنطقه، لان مصر اختفت من صناعه الذهب عالميا او ان هي كانت مركز للذهب في الشرق الاوسط من فتره الستينات. تمام. فاحنا النهارده هنبتدي نتحط على خريطه العالم مره تانية. هنبتدي ان احنا نفتح افق جديده لتوظيف عماله جديده، لان احنا كان عندنا من 2011 لحد النهارده احنا عندنا تقريبا 60% من العماله اللي كانت مدربه والعماله الماهره هربت من المهنه بسبب التغيرات اللي كان بيشهدها الاسواق المحليه. تمام. فهنقدر ان احنا نستعوض العماله الماهره اللي هي هربت من المهنه ونرجع ندرب عماله جديده على الطرق التكنولوجيه. وكمان هيبقى فيها مراكز تدريب، المدينه هيكون فيها مراكز تدريب ومعارض دايمه كمان.
ومدارس كمان لتعليم الناس المتخصصين في المهنة دي، صح كده؟ مظبوط. وهو الحلو في الموضوع كمان ان احنا المدرسة هتكون جوه نطاق مدينة الدهب، والمدرسة ومدينة الدهب لما يكونوا قريبين مع بعض هيبقى في دراسة علمية ودراسة عملية. حلو جدا. هنقدر نطبق الاثنين مع بعض، نقدر ندخل الاثنين مع بعض، مما هيفيد الطلبة دول في اكتساب الخبرة اللي هم بيحتاجوها. تمام. عشان خاطر ان هم يقدروا يطبقوا اللي بيدرسوه علميا ده مع العملي، فهنقدر ناخد نتائج سريعة يعني وبحرفية اكبر. ده غير طبعا يا فندم شركات استخراج الذهب اللي هتكون هناك. اعتقد ان هيكون في لسه طبعا اللي هي الورش الاساسي الورش احنا بنتكلم في الخطوط العريضه، ولكن استخراج الذهب ده لا، ده دي ماينز مناجم حاجه تانية خالص. ولكن مصر النهارده عندها القدره ان هي تحلل الذهب وتنقي الذهب المستخرج من المناجم، وده هتكون خطوه اظن ان هي خطوه كويسه ان هي تخدم بيها على صناعه الذهب في مصر. طبعا احنا بنتكلم في الخطوط العريضه، لسه ما دخلناش في التفاصيل. تمام. كلها، بس هي خطوه مهمه جدا لدعم الصناعه نفسها واللي شغالين فيها. وبعدين لما يكون عندك سنتر تجاري للذهب في مصر، لصناعه وتجاره الذهب، استقطب الدول العربيه عندنا اللي كانت زمان بتستورد من مصر. طب هم الفتره الحاليه مثلا لما بييجوا بيستوردوا من دول اوروبيه تانية. تمام. طب وليه ما يعني زي ما بنقولها كده بالبلدي كحة أولى بلحم طوره، فاحنا نقدر ان احنا فهيبقى في فرص تصديريه للذهب من المنطقه دي بالظبط للمنطقه بتاعتنا. وبعدين احنا عندنا النهارده في جيل من الديزاينرز في مصر، جيل من المصممين والفنانين، جيل قوي جدا جدا جدا، وانا اشهد له يعني. في جيل من المصممين النهارده حلو جدا، بقهم بيضيفوا على الديزاين او الرسمه بتاعتهم الطابع المصري او الطابع العربي او الطابع الشرقي او الطابع الحضارات بقى بتاعتنا اللي هي القبطيه والاسلاميه وهكذا. اخر سؤال طبعا كل ده بيخدم على ان احنا نطور الصناعه. اخر سؤال سريع يا هبي، لو انت بتنصح المستثمر، يعني دايما في نوعين من الناس اللي هي بتشتري المشغولات الذهبيه على اساس ان هي كزينه، وناس بتشتري بغرض الاستثمار، لو بتنصح المستثمر في مجال الذهب خلال 2021 والسعر التوقعات بتاعته خلال السنه، ممكن تنصحه بايه يعني في ثلاث نصايح سريعه كده؟ هو اهم حاجه بس ان احنا نقول ان اهم استثمار واكثر استثمار مربح الان هو الاستثمار في الذهب. تمام. دي حاجه لازم الناس كلها تعرفها، وزي ما انا كل دايما كل البيوت يا فندم بتعمل كده. كل هي مصر عندنا ده شيء متوارث عندنا احنا كمصريين. صحيح. ودايما انا الكلمه اللي بقولها ان الذهب زينه وخزينه، فانت اذا اشتريت الذهب على انه سبائك او عملات، فانت افتقدت البند من الاثنين اللي هو بند الزينه. فانا ممكن اشتري المنتج المصري مصنعيته قليله، حاجه اتزين بيها وهتكون شكلها شيك ولطيفه عليا، وفي نفس الوقت ان انا شايلها للاستثمار. وهو ده الطبيعي بتاع الذهب، والا ما كانش الناس اشترت الا في صيغه سبائي. تمام. صح. يعني نقدر نقول كده يا فندم ان مصر هتروح في حته تانية ان شاء الله، يعني بعد انشاء المدينه دي، صح كده؟ ده ان شاء الله، وده شيء مؤكد ان شاء الله. يعني الكويس قوي قوي ان الرئيس انتبه لنا، انتبه لمهنتنا وحس انه ده شيء مهم جدا ان هو هيضيف للاقتصاد المصري في الفترات اللي جايه. بشكرك جدا يا فندم استاذ ايهاب واصف، نائب رئيس شعبه تجاره الذهب والمجوهرات بالغرفه التجاريه. شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا يا هبه.